انظر قال العبد الفقير سفيان: وذلك أن الله خلق الخلق متفاوتي ومتغايري العقول، فينشأ خلاف بين أفراد السفر فيما لا نص فيه من الشرع، فكان الأمير هو المقرر ليرفع الخلاف والفرقة بين المسافرين. إذا وجود الأمير يرفع واحد الخلاف، يرفع اثنين الفرقة. طبعا هذا فيما لا نص فيه. واحد كما قال أحد الأمراء للموجودين، قال لهم: لا داعي أن نقف لنصلي الفجر. لا، هذه معصية، لابد أن نقف لنصلي الفجر. وإخواني في الله، كنت مسافرا مرة في رحلة عمل، وكانت رحلة بالبر ليست بالطائرة، وعندما جاءت الاستراحة وانتهت الاستراحة في الطريق وبقي للفجر أكثر من ساعة، فلن يتوقف السائق حتى ينتظر الفجر ونصلي. فمباشرة عندما انتهى موعد الاستراحة أدار المحرك وسار بالحافلة، وكنت قد توضأت، وكان ليلا طويلا وشدة نعاس، لكن أعانني الله أني لم أنم. فعندما حان موعد صلاة الفجر قلت له: يا أخي لو سمحت، يعني أريد أن أصلي. فقال: أيها الشيخ، أين تصلي؟ نحن هنا في الصحراء، فإذا وقفت هنا أو هناك تعرضت للأذى أو تعرضت أنا للأذى. فقلت: لابد أن يكون هناك في هذا الطريق مكان تفتيش، مكان تنفيذ، فأنزل أصلي وأرجع مباشرة. فقال لي: نعم، يوجد نقطة تفتيش لكنها شبه مهجورة بعد أكثر من 40 دقيقة. قلت: لا بأس، الأمر سهل، الفجر لا يكون قد خرج بل يكون قد اشتد. ففعلا بعد 40 دقيقة ولم يكلمه أحد، فإذا به يقف ويقول: يا شيخ، ينزل، هو لم يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يا شيخ انزل للصلاة. فنزلت وذهبت إلى المسجد، مصلى صغير، وكنت على وضوء، فأذنت وأقمت ولم أصلي السنة، ونظرت ورائي فإذا باثنين خلفي. إيه يعني، في ناس بتصلي معنا في الباص في الركوبة، لكن لم يكلم السائق أحد منهم. فقلت: الله أكبر. فقرأت أذكر في الركعة الأولى ممكن قصار السور سورة التين، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وتعمدت قصر الصلاة حتى لا أتأخر على ماذا؟ على السائق، فيقول: ها يا شيخ نزلتك، فإذا بك تطيل لن أتوقف مرة أخرى للمصلين. فقصرت الصلاة، ولكن في الركعة الثانية عندما قلت: ولا الضالين، فإذا بعدد المصلين يزيد. آمين، شو فيه؟ فلكن المفاجأة كانت عندما سلمت فإذا بأكثر من 15 رجلا صلوا معي، ويقدم آخرون لم يدركوا الصلاة لأنها صلاة قصيرة، ذهبوا للوضوء وما شابه، فأيضا أقاموا جماعة ثانية، وكان عدد الركاب في الحافلة ما يقارب 40، لا أبالغ إن قلت 35 منهم صلوا صلاة الفجر، لكنهم في السفر إذا أتيح الصلاة إيش؟ نصلي، ما في مشكلة. لا، احرص، فعندما تحيي هذه السنة فاعلم أنك تكون سببا في هداية الناس. أما رحلة العمرة الأمر سهل.